بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الثانية في حلقات هذا البرنامج وقفات مع آيات الصيام، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. نواصل إخوتنا المستمعين الكرام ما بدأنا به من أسئلة في الحلقة الماضية، وقد وصلنا إلى أبرز كتب التفسير وقد عرضها فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية. ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال. يتوفر فضيلة الشيخ في مكتبة التفسير العديد من الكتب التي عنيت بهذا العلم، وبناء على ما سبق وقلتم في الحلقة الماضية هناك كتب حادت عن المنهج الصحيح، حبذا لو أشرتم إليها ليتنبه لها الإخوة المستمعون الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكل كتاب تفسير لا يتقيد بالوجوه الأربعة التي ذكرناها، التي ذكرها العلماء في تفسير القرآن، كما هو موجود في أصول التفسير، كما هو موجود في مقدمة تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، وهي المصادر الأربعة: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بتفسير الصحابة، القرآن باللغة العربية التي نزل بها. كل تفسير تجاوز هذه الأربعة، فسر القرآن بغير هذه، من غير هذه المصادر، فإن تفسيره غير موثوق به، لأنه تفسير بالرأي المجرد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم، من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ولأن هذا من القول على الله بغير علم، فلا يجوز أن تقول معنى قول الله كذا وكذا بدون أن يكون لك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من أقوال صحابة رسول الله أو في الآخر المراحل اللغة العربية التي نزل بها هذا القرآن. لا يجوز تفسير القرآن بأقوال الناس أو أفكار الناس أو نظريات الناس الحديثة ويقال هذا من تفسير القرآن بالعلم. العلم إنما هو العلم الشرعي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، والعلماء هم الذين ورثوا هذا العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء في علوم الشريعة هم ورثة الأنبياء، فيرجع إليهم في هذه الأمور، ولا يرجع إلى نظريات الأطباء ونظريات الفلكيين ونظريات الفيزيائيين أو غيرهم. نعم. لكن شيخ، بالنسبة لها القضية هذه، لو ثبتت حقائق علمية وافقت القرآن الكريم، ما يشار إلى أنها يعني هذه من القرائن التي تدل، المسلمون ليسوا بحاجة إلى تأكيد أن هذا كلام حق وأن هذا كلام من عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن قد يحتاج هذا لبيانه لغير المسلمين في إثبات أن هذا مصدر غير بشري، أنه كتاب إلهي عالم بحقائق هذا الكون وما فيه من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وافقت هذه الحقائق ما جاء من القرآن الكريم. لو استخدمت هذه الحقائق، لا يقال هذا معنى الآية. نعم، لا يجوز أن يقال هذا معنى الآية، يعني حصرها بهذا المعنى. أي نعم. وإنما يقال هذه الأشياء يمكن أن القرآن أرشد إليها أو أشار إليها من غير جزم، من غير الجزم بأن يقال هذا تفسير الآية أو هذا معنى الآية،
بل يقال لعل هذا مما تشير إليه الآية الكريمة. نعم، والقرآن حمال وجوه كمان. أي نعم، حمال وجوه صحيحة، ما هي وجوه يعني على حسب هواء الناس. نعم، والوجوه الصحيحة الشرعية. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا تبع لهذا، ما العدة المطلوبة للمفسر؟ هناك من يتهاون بتفسير كلام الله الشيخ صالح، وبماذا ينصح؟ قد يقول أحيانا برأيه، قد يتكلم ويتطرق الكلام ويستطرد في كلامه حول آية من الآيات، فبماذا ينصح مثل هذا؟ لا يجوز لأحد أن يفسر آية فأكثر إلا بعد أن يراجع كتب التفسير الموثوقة فيصدر عنها ويتكلم بما جاء فيها وعلى ضوئها. أما أنه يفسر القرآن ببديهته وبفكره وبرأيه أو بقول فلان وعلان من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، لأنه مزلة أقدام ومضلة أفهام وقول على الله بغير علم. نعم، ثابت. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل معنى هذه الآية فضيلة الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله، لكن منه ما روي عنه وحفظ عنه، ومنه ما لم يحفظ عنه أو أنه انقطع السند به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وردت فضيلة الشيخ غالب آيات الصيام في سورة البقرة. نعم، هذه السورة العظيمة، هل حدثتم الإخوة المستمعين عن فضل هذه السورة وفضل حفظها وما تضمنته من أحكام عظيمة وحكم؟ هذه السورة سورة عظيمة، وهي أطول سورة في القرآن، وهي سنام القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكان الصحابة يشيدون بهذه السورة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما وقف عند الجمر بعد رمي الجمرة، وقف يدعو بعد رميه الجمرة، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، تعظيما لهذه السورة العظيمة. ولأن سورة البقرة اشتملت على أحكام الإسلام، على أحكام الإسلام العظيمة ومبانيه العظيمة، فإنها تحدثت عن التوحيد الذي هو الركن الأول من أركان الإسلام. ففي أول نداء جاء في المصحف في هذه السورة بالذات، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم تتابعت الآيات في تقرير التوحيد والنهي عن الشرك والرد على المشركين، ولا سيما اليهود والنصارى. ثم جاءت أحكام الزكاة في القرآن، يعني الأمر بالزكاة، الأمر بالزكاة في هذه السورة، والأمر بالإنفاق في سبيل الله، الإنفاق الواجب والإنفاق التطوعي، والنهي عن الربا في هذه السورة العظيمة في آخرها. ثم جاء الأمر بإقام الصلاة، قبل الزكاة جاء الأمر بإقام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، جاء الأمر بإقام الصلاة واركعوا مع الراكعين وغير ذلك من الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة في هذه السورة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاء الأمر بإيتاء الزكاة كما سبق، والإنفاق
في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم جاء الأمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كل هذا في آيات الصيام وأحكام الصيام. ثم جاء الأمر بالحج، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كل هذا في مناسك الحج وأحكام الحج، فهي سورة اشتملت على أمهات الإسلام وأركان الإسلام ومباني الإسلام العظيمة، وجاءت أيضا بأركان الإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جاءت بأركان الإيمان إلى جانب أركان الإسلام، أي سورة عظيمة ومضامينها كبيرة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، والوقت الحقيقة يصل إلى نهايته في هذه الحلقة. أيها الأخوة المستمعون الكرام، تقدم في نهاية هذه الحلقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في اللقاء المقبل، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجلها لكم. إلى أن نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.